data list, print the list. The list that a color which includes red, yellow, and blue, and do all the actions on that list. Any questions here? Are you hearing me good, guys? Yes, we hear. Yeah, we hear. Good, clear. Okay. Access modifier, which is public. And in this case, this class will be public and you can use it anywhere in your program. Followed by this access modifier, the keyword class, followed by the name of your class, which is here, which is called person, followed by curly braces, and inside these curly braces, we write the data. انا سحبت ثلاث بطاقات او ثلاث ورقات وبشرط without replacement يعني اللي بسحبه ممنوع يرجع from an ordinary deck of playing cards find probability of A1 intersect A2 intersect A3 where the event A1 and A2 and A3 are defined as the follows الايفنت A بحكي لنا the first card is red زي ما قلنا نحتاج ان نسوي ترانسفورميشن عمليه تغيير الكوردينيت الخاصه بالاوبجكت سواء هذا التغيير يشمل او يتضمن اني اغير البوزيشن الخاص بهذا الاوبجكت او اغير الاورينتيشن عباره عن الاتجاه الخاص بهذا الاوبجكت او اني اغير السايز الخاص بهذا الاوبجكت وان كان فيو اوبجكت ترانسفورميشن اعمل لي اليس وانتر عشان اشوف ايش عندك بالضبط في هذا المكان هذا هو برنامج مبين داوت اكزو الكوبي اي صحيتي كوبي عندك غلط ارجعي لها بالاسهم ارجعي لها بالاسهم مش لازم تكتبيها ارجعي لها بالاسهم عشان تصلحيها اي باهي بتروحي بتعملي سبيس ما بين الدوت اكزو والسلاش فار في سبيس ناقص عندك هنا اي في كيو وفي ستاك وفي ماب الحين بشوف الهيراركي هذا مهم يا بنات شايفينه ايوه اللي عندكم بالاصفر هذا اليلو هذه الانترفيسز اللي عندكم بالبينك هذه الكلاسز اوكي عندنا اول شيء الاي ترابل هذا ما لسه انها انتم اهم شيء شوفوا الكوليكشنز الكوليكشن ايش تحوي ليست تحوي كيو بشكل عام وست هذه اللي هي الانترفيس